برج جديد وسر جديد. برج النهاردة هو برج القوس، والسر ان برج القوس قد ما يقدر مشاعره في ايده، دايما ماسكها وخايف على قلبه، خايف ينجرح، خايف على مشاعره، بيحاول قد ما يقدر يحافظ عليها. برج القوس لو حط حد في دماغه مش بيسيبه، لو حب واحدة مش ممكن هيسيبها لما هي تحبه، هيعمل اي حاجة عشان تحبه، هيوصلها ان هي تحبه فعلا. برج القوس او رجل برج القوس بالتحديد ما بيقاس، رجل برج القوس عنده بال طويل وصبر، مع ان هو مستعجل، سريع جدا وسريع في تصرفاته وسريع في رتم حياته. هو برج متسرع لكن عنده نفس طويل لو في شخصية عاجباه. يعني لو انت عاجبه برج القوس هيصبر عليك وهيفضل وراكي لحد ما تقولي له بحبك. اما امرأة القوس بتجذب الناس بشياكتها وعنقتها ولبقتها، ممكن حد يحبها على الكاريزما بتاعتها، يحبها على شكلها وعلى اسلوبها في الكلام وعلى ترتيبها وعلى الشياكة والأناقة والهندمة اللي هي بتكون فيها على طول، يحبها على طيبة قلبها. هو برج طيب جدا. امرأة برج القوس تتحب للكاريزما بتاعتها، هي ما عندهاش الاندفاع في العاطفة زي رجل القوس اللي هو الإصرار ان انا حجبها. يعني رجل برج القوس لو حط حد في دماغه ما بيسيبوش ابدا، هيجيبه سواء اذاه او حبه الاثنين. برج القوس من الابراج اللي ما تنساش ابدا 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 الأسية او الوجع، مهما مرت سنين او عد عليها هتفتكر وتقولك انت من 10 سنين في اليوم الفلاني عملت لي كذا. برج القوس من الابراج اللي ما بتنساش. امرأة برج القوس طيبة جدا وحنينة جدا، بتجذب الناس بمشاعرها وبأسلوبها الراقي وبشياكتها وبأناقتها، ليها جاذبية عالية جدا جدا لجمالها وجمال روحها وطيبة قلبها. خلي بالكم من برج القوس، خلي بالكم من رجل برج القوس جدا في التعامل معاه. تحياتي لكم.